مولانا، احنا كبشر يعني مش هقول يعني مش معظمنا، يعني عشان ما بقاش بظلم يعني، بس عدد كبير مننا وانا منهم نعم عندي مشكلة ان انا مرات كتير جدا بيبقى نفسي اعمل طاعة معينة وابتدي ااجل، طب لما مش عارفة ايه، طب لما كذا، لا حتى يعني على مستوى قريب وعلى مستوى بعيد، طب بس ايه حصل لي دول، بس اخلص بس الكام طبق اللي في المواعين ما اسيبش المواعين واقوم اصلي مثلا. نعم طب لو مثلا طاعه مثلا يعني محتاجه مجهود اكبر شويه، فيها مثلا نزول او خروج حته بعيده او ده، طيب بكره بقى نعم عشان النهارده، اصل النهارده الجو حر. نعم طب الاسبوع الجاي بقى عشان الزحمه، والاسبوع ده مش عارفه قبل رمضان، فالاسبوع الجاي بقى مش عارفه ايه. في نيتي اعمل بس بسوف، تمام وكل ما اسوف المساله تصعب اكتر. تخيل حضرتك، يعني مش بتتيسر بقى، نعم لا ده انا كل ما ابعدها فاروح يقول لي استغفر الله العظيم يا رب سامحني، يعني كان ربنا يقول لي ايه، طب انت بعدتي طريق الطاعه تمشي فيه، طب خلاص انت هتبعدي حته، هبعده عنك حته اكبر عشان تبقى المشق اكبر، وكانت اسهل ان انا اعملها في وقتها. تعالي خد الجواب الشافي من سيدنا النبي صلى الله عليه عليه وسلم. الصلاه والسلام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. كلنا بنخاف من الفقر ونفسنا فين؟ في في الغنى. الغنى. العبرة في هذا الحديث بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. بمعنى ايه الكلام ده؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يرسل لكل واحد منا رساله الان. بيقول لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اشبع بالعباده وانت في كامل الصحه والعافيه قبل ان ياتي يوم يحول بينك وبين العباده. شوفي، هقول كده اللفظ ده: تلذذ بالسجود قبل ان ياتي يوم يحول بينك وبين السجود. انك ظهرك ما تقدرش توطي. تصلي وانت ساجد، وتصلي وانت قاعد على الكرسي. صحيح ان الله عز وجل، صحيح ان الله عز وجل يقبل السجدتين، طبعا. لكن ولعل، شوفي ركزي في النقطه دي، ولعل الذي يسجد وهو جالس على الكرسي اقرب الى الله عز وجل، لان قلبه من الممكن ان يكون ساجد وخاشع لله سبحانه وتعالى. لكن، وركز مع كلمة لكن دي، لكن العبادة في القوة أحب إلى الله عز وجل. لكن العبادة في القوة أحب إلى الله سبحانه وتعالى. المرض بيقصر الإنسان فبيكون قريب من ربنا طبيعي، لكن لما الإنسان يكون صحيح وفي كامل صحته وعافيته يعمل إيه؟ ويسجد لربنا سبحانه وتعالى، وكأن الإنسان ده بيقول لربنا: على الرغم من أن هذا العقل مليء بمشاغل الحياة إلا أنه سجد لك، على الرغم من أن هذا القلب مليء بالأهواء إلا أن هذا القلب سجد لك يا رب سبحانه وتعالى. تلذذ بالعمرة والطواف وانت ماشي على رجلك، والسعي بين الصفا والمروة، وهرول في المكان ده، وروح ارمي قبل ما يجي يوم تعمل عمرة أو تحج على وانت كرسي. قاعد على الكرسي، وتوكل غيرك في الرمي. صحيح أن الله عز وجل يقبل من الاثنين، لكن العبادة في القوة أحب إلى الله عز وجل. لأن فيها متعة. الله يفتح عليكي، لأن فيها متعة وبتتلذذ بالعبادة، استمتع قبل ما يجي يوم هجوز العيال وأعمل 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 وأعمل، وفي الآخر يروح يطوف أو يسعى هو جالس على الكرسي. صحيح أن الله يقبل من الاثنين، ولعل الذي يطوف على الكرسي من الممكن أن يكون أقرب إلى الله عز وجل، لكن العبادة في القوة أحب إلى الله سبحانه وتعالى. تلذذ بالصيام في هذه الأيام، في شهر جميل، شهر مبارك خلاف رمضان. تلذذ بالصيام قبل أن يأتي يوم في سكر، في ضغط، في قرحة، مش قادر تصوم بسبب هذه الأمور، فتخرج كفارات. صحيح أن الله، سبحانه وتعالى يقبل الكفارات، لكن العبادة في القوة أحب إلى الله سبحانه وتعالى. أحيانا الإنسان لما بيجي يصوم بيشعر بطعم العبادة. صعب جدا جدا إنك مش قادر تستطع، مش قادر تدوق طعم العبادة بسبب حاجة حالت بينك وبين العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرسل إلينا رسالة ويقول: اشبعوا، اشبع، خد اللفظ الجميل قوي ده، اشبع من العبادة وأنت في كامل الصحة والعافية قبل أن يأتي يوم يحول بينك
وبين العبادة. النهاردة بقدر أمشي على رجلي وأروح المسجد، وأقدر أروح أتصدق النهاردة معايا في جيبي فلوس، مهما كان الحالة المادية، بس الحمد لله آخر اليوم في جيبي فلوس. تصدق اليوم، وزي ما أنت كده عامل حاجة اسمها فاتورة الكهرباء، المال ده بتاع فاتورة الكهرباء، فاتورة المية، أجي جنبه وما أقدرش أقول لا مش لازم الشهر ده أبدا. بالله عليك، هل الحكومة بتقول بتشيل الكهرباء على الفقير أو كله سواسية؟ كله زي بعضه. فأنا كده أحط كده في قرار نفسي بيني وبين نفسي إن الفاتورة دي بتاعت الصدقة، اسمها كده، زي ما في فاتورة للكهرباء والمية، في حاجة اسمها فاتورة للصدقة. النهاردة أنت تقدر تنحني وتسجد، اسجد النهارده قبل ما يجي لك يوم انت ما تقدرش تعرف تسجد فيه. والله جلست مع احد الدعاة الذين انتقلوا الى رفيق الاعلى، معروف جدا، اسمه الشيخ عبد الله بها نعمه، مشهور جدا، قاعد على الكرسي، قال جاله شلل كامل يا حبيبي، ولما قعدوا معاه وفي لقاء تلفزيوني وقالوا له نفسك في ايه؟ ايه اللي نفسك فيه؟ قال لهم امنيتي اسجد الوقت بين ايد ربنا سبحانه وتعالى. عرفت طعم السجود، لانه حال بينه وبين السجود امر، فانت الوقت في نعمه مش قادر تستشعرها. وبيقول امنيتي امسك كتاب ربنا واقلب بايديا كده طعم العباده. في عباده اسمها عباده انك تمسك المصحف، ايوه، وتقلب بايدك صفحات المصحف. انت عارف ما بعرفش اقرا من الموبايل، يعني ده نعمه، ما نعرفش المصحف والورق ده. نعم. له حاجه ثانيه، ليه شعور. ربنا اعطاك ايدين وبتتحرك وبسم الله ما شاء الله تقدر ترفع ايدك، العصب تقدر ترفع. تخيل ان الانسان اللي عنده شلل كامل امنيته يمسك المصحف، انت ربنا عز وجل اعطاك النعمه دي. طب في حاجه تانية برضو، نعمه من النعم. نعم. وهي نعمه العطاء. نعم. وما احوجنا ليها في الفتره دي. ودايما هفضل ااكد واقول يا جماعه اليومين دول يومين صعب قوي قوي على الناس كلها قوي، فارجوكم ما نبخلش على بعض وما نبخلش على نفسنا. يعني اللي متعوده تعمل مثلا تطبخ طبخه مثلا كيلو رز ليها ولعيلتها، ارجوكم تطبخ كيلو الا ربع، والربع ده يبقى بتاع حد تاني. يا سلام. لو سمحتم، لان الايام دي صعبه، وانا اكيد كلنا حاسين وعارفين. انا اعرف ناس تحسبهم اغنياء من التعفف، يعني تقول ايه ده ما شاء الله، ده موظف اهو، الاستاذ راح، الاستاذ جه، وبيته ممكن يبقى على اخر الشهر معهوش فلوس ياكل هو وعياله. فنساعد بعض ونزود. اللي كان بيعمل 10 كراتين لرمضان ارجوكم يخليهم 20، حتى لو زياده. الصدقه ما بتنقص فلوسك ابدا، بالعكس بتزودها وبتبارك فيها. بعد اذن حضرتك نشوف تقرير في طاعه عظيمه جدا، ويا رب كلنا كده ايه نركز فيها، علشان زي ما قلت لكم احنا محتاجينها جدا، كراتين رمضان. نشوف تقرير ونرجع نكمل كلامنا.